وصول الحب جوابها أسهل ما تتصورون، فتوقعون إيش الجواب؟ تدرون ما هو الجواب؟ أقصر طريقة للوصول للحب أنك أيها الزوج تعرف ما تحب المرأة فتقوم به، فتقوله، فتفعله. كذلك أيتها المرأة، أقصر طريق للوصول إلى قلب زوجك وأنه يحبك وأنه لا يرى غيرك أنك تفعلي شيئا هو يحبه، هو يريده. إذن كيف ينمو الحب؟ الحب ينمو أحبابي وإخواني، ينمو بالأفعال، ينمو بالمواقف. مثلا لو مرض الزوج فقامت الزوجة عليه حتى شفي، فهذا هو عين الحب. لما ينادي الرجل زوجته بأجمل الأسماء إليها، مثل اسمها سعاد، سعودتي يا حبيبتي يا قلبي، مثل اسمها نورة، نورة عين، يعني هذه الأسماء والألقاب هذه تسعد المرأة. يا جماعة، ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما يقول ثلاثة أنا لا أجد لهم بد، يعني ما أدري كيف أشكرهم، رجل ناداني بأحب الأسماء إلي، رجل يعني كناني ناداني، رجل وسع لي في المجلس، رجل نزلت فيه نازلة فذهب وجاء إلي. يعني أنتم تخيلوا هذا رجل، فكيف بالمرأة؟ ولذلك يا أحبابي يا إخواني، المواقف، المواقف هي أقصر طريق للوصول إلى قلب يعني الطرف الآخر.